تخدم وتهدف انه بس يعني تحرك شيء نفكر. احنا بنعمل نشاط وعارفين انه اليوم الاجتماع هو من مبادره من مؤسسه تامر للتعليم المجتمعي. احنا بنحضر لحمله ابي اقرا لي، هي حمله سنويه ضمن فعاليات تشجيع القراءه بالمجتمع الفلسطيني. واليوم في عندنا اجتماع لمؤسسات محافظه طول كرم في وزاره الثقافه بهدف التحضير لهذا اليوم، على اساس قديش بيكون في مشاركه بين الاباء والابناء في انشطه. وان شاء الله راح يكون عندنا بطول كرم بكل المحافظات 22 شهر انشطه تجمع ما بين الأطفال الأبناء والآباء بهدف عن جد إعادة ترتيب العلاقة العائلية بشكل سليم مبني على القراءة والكتابة. حملة أبي اقرأ لي الهدف الأساسي هو تعويد الآباء مش الأمهات، الآباء مساعدة أبنائهم في القراءة، قراءة القصص في النشاطات، وتقريب وجهات النظر بين الأب وابنه. لذلك حملة أبي اقرأ لي التي ستنطلق ب 22/11 في كافة أنحاء الوطن وفي محافظة طول كرم، بنأمل أن الآباء يشاركونا في هذا النشاط.